فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. من داخل تليفون الفنانة نانسي عجرم أسرار تكشف براءة السوري محمد الموسى بعد منعها من السفر، ومفاجآت لن تتوقعها. أعلنت القاضية غادة عون اليوم منع الفنانة نانسي عجرم من السفر، وجاء ذلك بعد تقدم وكيل عائلة القتيل بطلب للتوسع في التحقيقات. وكانت أصدرت القاضية غادة عون يوم الخميس الماضي قرار جديدة في قضية حادثة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المتعلقة بقتل اللص على يد زوجها فادل هاشم، وجاء ذلك بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل قاسم الضيقة يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد فادل هاشم. وشملت القرارات ما يلي: التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادل هاشم، تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال في منزل المدعي عليه، سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، التحقق من موضوع إصابة الفنانة نانسي عجرم زوجة المدعي عليه والاستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي، الكشف على منزل المدعي عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان المقدور قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو، استدعاء زوجة القتيل، استدعاء الفنانة نانسي عجرم وزوجها مجددا. وقالت المحامية ريهاب بيطار رئيسة لجنة الدفاع عن محمد موسى الشاب الذي تم قتله في منزل نانسي عجرم في تصريح خاص عبر اتصال هاتفي، أن فريق الدفاع طلب القضاء اللبناني بوضع منع سفر عاجل للفنانة نانسي عجرم وزوجها حتى ظهور نتائج التحقيق. وقالت ريهاب بيطار أن هذا الطلب تم بناء على الإعلام وهو أحد وسائل الأخبار، خاصة أن نانسي عجرم قد تخفي شيئا لصالح زوجها، مما يعني أنها مشتركة معه طالما لم تتحدث عن الحقيقة كاملة، وهذا يعرضها للمسؤولية القانونية. وأعربت عن تقديرها للقضاء بعد إعادة فتح التحقيق من جديد والبحث أكثر في حيثيات القضية وهو ما كان يجب أن يتم في البداية، مؤكدة أنهم كهيئة الدفاع لا يمكن أن يقفوا مكان القضاء الذي يعرف عمله جيدا، وأن ما يهمهم هو إظهار الحقيقة. وتوجهت بدعوة لجميع الوسائل الإعلامية بأن يرفضوا إطلاق صفة السارق أو اللص السوري على محمد موسى تحت طائلة المقاضاة والملاحقة القانونية حتى ظهور الحقيقة وبت القضاء بهذه القضية. وحول نقاط قوة هيئة الدفاع، قالت المحامية ريهاب بيطار أن أي شخص عادي يشاهد الفيديو ويستمع إلى أقوال نانسي عجرم وزوجها سيكتشف تضارب الأقوال واختلاف القصة ووجود سيناريو مخفي بحسب كلامها. وأضافت بأنها ناشدت نانسي للوقوف إلى جانب الحق لتبقى محافظة على مكانتها الإنسانية والاجتماعية والجماهيرية، كما تحدثت أن تأكيد والدة محمد موسى بأن من ظهر في الفيديو ليس ابنها يظهر احتمالا لوجود فيديو تم تمثيله لإظهار الموضوع بهذه الطريقة على أنه قتل للدفاع عن النفس، مبينة أن الدفاع عن النفس له شروطه وأسسه، وإطلاق 18 رصاصة من الأمام والخلف خلف قد يظهر وجود سلاح ثاني تم إطلاق الرصاص منه أيضا. وقالت إنهم قد يطلبون إعادة تقرير الطبيب الشرعي، متسائلة في الوقت ذاته عن وجود أثار الرصاص على الجدران، كما أضافت بطلب الدفاع الكشف عن إصابة نانسي عجرم، خاصة إنها قالت أن الإصابة نتيجة شظايا وهو حالة تدعو للشك والبحث والتحقيق وهو سؤال مشروع للجميع. وأكدت المحامية ريهاب بيطار إنها لا تطلق
وفق أحكاما مسبقة مع هيئة الدفاع، لكنهم سيمضون وراء الحقيقة حتى الوصول إليها وحول الصفة القانونية لدفاعهما. قالت ريهاب بيطار إنهم قاموا بعمل الوكالة الرسمية من والدة محمد موسى، وسيتم تصديقها من الخارجية السورية ومن السفارة اللبنانية في سوريا، ليكون وجودهم في الدفاع على الأراضي اللبنانية قانونيا ورسميا. قضية مقتل المواطن السوري محمد الموسى على يد الدكتور فادل هاشم زوج الفنانة نانسي عجرم خلال عملية السرقة التي كان ينفذها في منزل الزوجين لا تزال تتفاعل وتتسارع التطورات فيها. وانتشر تسجيل صوتي لزوجة القتيل محمد الموسى أشارت من خلاله إلى أنها أدلت بإفادتها، وتحدثت عن أن زوجها الذي يعمل لدى الهاشم وزوجته أخبرها إنه تلقى وعدا منهما بالعمل مقابل 800 دولار أمريكي مع مسكن للعائلة. كشف تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى المعروف بقتيل منزل الفنانة نانسي عجرم تفاصيل جديدة حول الحادث. وأوضح التقرير تعرض القتيل لطلقات نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يحمل في مضمونه وجود أكثر من شخص أطلق النار على القتيل من الأمام ومن الخلف، وليس زوج الفنانة نانسي عجرم فقط. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن وطلقتان في الكتف الأيسر وطلقة تحت الإبط الأيسر وثلاثة طلقات في الصدر وطلقتان في البطن وسبع طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة وطلقة في الفخذ الأيسر. كما تضمن التقرير وجود نزيف دماغي نتيجة اصطدام الوجه بالأرض وتلقي الطلقات من مسدس حربي خاصة في منطقة البطن والصدر والقلب. وفي نفس السياق قال المحامي أشرف الموسوي محامي أسرة القتيل محمد الموسى إنه صدرت اليوم استنابة قضائية بحق الهاشم، وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد إخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. وذكر المحامي إنه تم استدعاء الدكتور فادل هاشم مجددا للتحقيق، كما تم عرض الفنانة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها التي أكدت الفنانة إنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار بين زوجها والقتيل. مفاجأة استدعاء الفنانة نانسي عجرم للتحقيق وعرضها على الطب الشرعي، واستدعاء زوجها فادل هاشم، واستدعاء زوجة السوري محمد الموسى. أكد المحامي أشرف الموسوي المتابع لقضية مقتل الشاب محمد الموسى الذي أطلق النار عليه زوج الفنانة نانسي عجرم إنه صدر اليوم استدعاء قضائي بحق الهاشم، وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد إخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي ادعت أن ما قام به الدكتور فادل هاشم جاء دفاعا عن النفس مبنية قناعتها بالأدلة والمعطيات وأفلام كاميرات المراقبة. وأشار المحامي أشرف الموسوي في حديث خاص إلى أنه تم استدعاء الدكتور فادل هاشم مجددا للتحقيق على خلفية مقتل الشاب محمد الموسى، كما تم عرض النجمة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها التي أكدت الفنانة إنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار الذي حصل بين زوجها واللص. وأضاف المحامي أشرف الموسوي تم استدعاء زوجة القتيل محمد الموسى المتواجدة حاليا في لبنان، كما تم تفريغ محتوى الهواتف الخلوية الخاصة بجميع العاملين لدى منزل نانسي عجرم، وسحب جميع الفيديوهات الخاصة بالكاميرات الداخلية والخارجية للمنزل. ولفت أشرف الموسوي إلى أنه سيتم الكشف على منزل زوج النجمة نانسي عجرم مجددا، وذلك بعد رفض عائلة القتيل استلام الجثة اليوم واحتجاجهم على الإجراءات القضائية المعمول بها
خاصة وأن زوجة القتيل أكدت أن هناك معرفة مسبقة بين زوجها والدكتور الهاشم وزوجته نانسي عجرم، مشيرة إلى أنه كان يتردد للعمل لديهم في المنزل. كلام المحامي أشرف الموسوي جاء بعد البيان الذي صدر أمس عن مكتبه، إذا جاء فيه وبعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم. قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوة عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة، والذي تمنى بدوره على نانسي عجرم احتضان أولاد القتيل ورعايتهم عبر حسابه في مواقع التواصل وفق قوله. وتجدر الإشارة إلى أن والدة المغدور كانت أعربت في وقت سابق عن أسفها للظلم الذي تعرض له ابنها بعد مصرعه على يد الدكتور فادي الهاشم، رافضة قبول التعزية التي تقدمت بها نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية بعد إخلاء سبيل زوجها فادي الهاشم، مرددة حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، فكيف أقبله وهي التي قتلت ابني. وذكرت الأم في تصريحات إذاعية لمحطة مولدي اف ام السورية قائلة: هن عم يعزوني وهم قتلوا لي ابني، كنت أقبل العزاء في حالة واحدة لو ضرب في قدمه أو رصاصتين ثلاثة، ليه يضرب 16 رصاصة وهو أعزل، ولو هو شايل سكين حقهم إنهم يدافعوا عن بيتهم، لكن هو فايت أعزل مثلما تقول الفيديوهات ومثلما أولادهم غاليين عليهم. ابني غالي عندي، بدك أقبل العزاء من قاتلة ابني؟ ما أقبله طبعا. الفنانة نانسي عجرم ومفاجأة جديدة، الشاب في الفيديو غير الشاب في الصورة. أكدت الإعلامية رشا الزيان العاملة في راديو الفجيرة أن الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي نشرته أسرة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ليس الشاب السوري محمد الموسى. وقالت الإعلامية رشا الزيان في مقطع الفيديو أن آخر الأخبار ومن مصادر موثوقة في لبنان تبين أن الشاب الذي ظهر في كاميرات المراقبة ليس الضحية محمد، ولكنه أحد رجال نانسي عجرم وزوجها. وأضافت الشاب السوري كان ينتظرهم خارج الفيلا لحتى يطالب بحقه ويحصل على حقه من الدكتور فادي، وبعد 5 ساعات صار الشاب السوري يصرخ فطلع له الدكتور فادي وقتله. وفي فيديو آخر رأت الإعلامية رشا الزيان أن وعلى افتراض أن رواية نانسي عجرم وزوجها صحيحة، كيف قام فادي الهاشم بقتل الشاب 16 طلقة نارية أمام أطفاله رغم أنه خائف عليهم، قائلة: شو عم تقتل ديناصور؟ مضيفة: إذا القضاء اللبناني ما أخذ حقه فالله سبحانه وتعالى بياخذ حقه. وأضافت ردا على الناس اللي عم بتقول شو فات يعمل ببيتها الساعة 2 بالليل، هو كان عم يستناه برا، لكن حضرة الدكتور فادي ما كان عم يطلع ولا عم يعطيه حقه. كما قالت الإعلامية رشا الزيان تعليقا على قرار النيابة العامة بالإفراج عن فادي الهاشم: طلع فادي زوجا لنانسي بالسلامة، والكل عم يطمئن على نفسيته ونفسية مراته، والزلمة اللي مات 16 طلقة نارية هو ليس حرامي، رجل دخل ليطالب بحقه وحق أولاده. وأضافت متسائلة: كيف دخل رغم وجود الكاميرات ورجال الحراسة؟ وهي الأسئلة التي لم يتم تقديم أجوبة واضحة لها حتى الآن، رغم خروج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم أمس بمؤتمر صحفي تحدثت فيه عن ما حدث بالتفصيل من وجهة نظرها. يشار إلى أنه لا يمكن التحقق من المصادر التي تحدثت عنها الإعلامية رشا الزيان في ظل عدم التمكن من الحصول على تصريحات من المصادر الأمنية اللبنانية التي انحازت بشكل واضح هي ووسائل الإعلام اللبنانية لجانب نانسي عجرم وزوجها صاحب النفوذ، حتى أن مسؤوليين سياسيين عملوا على تبرئتها منذ الساعات الأولى وحاولوا تصويره على أنه بطل قام بعمل بطولي، وهو حكم مسبق على ما حدث أدى لأدانة الشاب السوري قبل كشف أي تفاصيل.
ومن جهة أخرى زعمت الإعلامية العاملة في راديو الفجيرة رشا الزين أن مصادر موثوقة من داخل لبنان كشفت لها أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عرضت على تسوية مالية على أسرة الشاب السوري. وأشارت رشا الزين أنه تمت فبركة هذه القصة ومنتجتها وحتى إسقاط الحق الشخصي. دفعت نانسي عجرم لأهل الشاب السوري 30,000 دولار لكنهم لم يقبلوا بذلك بحسب زعمها. ورفضت والدة القتيل محمد موسى قبول تعزية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة ابنها الذي قتل على يد زوج نانسي الطبيب فادل هاشم في منزلهما. وأوضحت فاطمة في تصريحات إذاعية لمولدي اف ام السورية أن ما حدث ظلم، قائلة حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وقالت والدة محمد الموسى إنه كان يمكنها قبول العزاء في حال كان الضرب أخف وطاء مما حدث وليس 16 رصاصة اخترقت جسد ابنها الاعزل، مبينة انه لو كان يحمل سكينا فمن حق نانسي وزوجها الدفاع عن انفسهم ولكنه لم يكن يحمل شيئا، مضيفة بدكم اقبل العزاء من قاتلة ابني ما بقبله. واشارت الى انها علمت بالخبر من خلال ابن عمتها لانها كانت في مدينة حمص ولم تكن بالشام وقتها، حيث كانت تزور مريضا من اقاربها، منوهة ان اتصالا هاتفيا ورد اليهم وطلبوا عدم اخبارها بمقتل ابنها، الا ان هذا خبر من الصعب اخفاءه. واكدت فاطمة ان وسائل الاعلام تعاطفت مع نانسي عجرم كونها فنانة، متهكمة على ذلك بتساؤل: هل نانسي لديها احساس وانا لا؟ هل اولادها غاليين عليها وانا ما عندي ولد غالي علي؟ واكدت فاطمة ان الشخص الموجود بالفيديوهات ليس ابنها وانما هو شخص اخر، وهذه تمثيلية قام بها زوج نانسي عجرم. واشارت الى انها تثق في ابنها تماما، كونه يصلي منذ طفولته ولا يجرؤ على السرقة لان تربيته لا تسمح له بذلك. وشددت فاطمة على ان ابنها كان يعمل في احدى الاوقات بمنزل نانسي عجرم، وذلك حسبما ذكرت له ابنة عمته سابقا، وانه التقط صورا بمنزلها في احدى المرات، وانه كان يقبض امواله من احد العاملين هناك وليس من يد نانسي او زوجها مباشرة، موضحة انه ليس لديه وظيفة معينة بل يعمل في كل شيء. وابدت فاطمة اندهاشهما من عدم توثيق الكاميرات الموجودة خارج المنزل ليوم الحادث او عدم انتباه الحراس للحظات تسلل ابنها، مؤكدة على ان محمد ليس بحاجة للسرقة لكون شقيقه رجل مقتدر وعمه موجود في لبنان، قائلة: لو كان بحاجة الى المال لطلب منهم ليسدد مديونيته، لو هناك مديونية مثلا، خاصة وان تاريخه يشهد له في لبنان كلها بانه شخص جيد. واتهمت والدة القتيل محمد الموسى نانسي عجرم وزوجها بتقطيع فيديوهات من الكاميرا، وانها لاحظت ذلك من خلال الدقائق المتغيرة في المقاطع المنتشرة، مخاطبة الفنانين بسوريا والمسؤولين للتدخل وكشف الحقيقة، وخصت بالذكر الفنان ايمن زيدان والفنانة ريم حنة. واكدت والدة محمد موسى ان هناك قصة وراء مقتل ابنها، فعدد 16 رصاصة يوصل الدم للباب وهو ما لم يحدث، وصف ما حدث بالتمثيلية الرخيصة. ابن اتصفى في مكان غير مكان عند نانسي وجابوه بعدها واسألوهم ليش عملوا كده وفسروا النقاط الناقصة. واختتمت فاطمة الحديث بانها لم تتلقى اتصالا من نانسي او زوجها لعرض مبلغ قيمته 30,000 دولارا كما اشيع، وقالت: ما حد دق علينا ومصار الدنيا كلها ما بتكفي نقطة من دم ابن محمد او ضحكة من ضحكة ولدها وزوجته اللي بيتحجج معاها في لبنان. وحرصت الفنانة نانسي عجرم على تقديم التعازي لاهل القتيل السوري محمد موسى الذي اقتحم
منزلها رغم اتهام أهل القتيل لزوجها الطبيب فادي الهاشم بأنه اجتاز مقاطع من الفيديو الذي وثقته الكاميرات وتلاعب بها من أجل إخفاء ما يريد. وقالت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية لها بعد عودة زوجها إلى منزله: أكيد ما بنتمنى لا أنا ولا فادي ولا عيلتنا كلها نتمنى اللي صار، وأنا بدي أعزي والدته، بدي أعزي زوجته وأهله وأولاده جميعهم، أكيد ما بنتمنى يا اللي صار معنا، بس هي الظروف. ويشار إلى أن الفنانة اللبنانية كشفت في مؤتمر صحفي ما حدث في منزلها، وقالت فادي ما كان عم بيعد الرصاصات، اللي عمله هو ردة فعل لست دقايق سبع دقايق من التهديد والحكي: وين مراتك؟ وين أولادك؟ وما تتحرك وما تزيح لهون ولا تزيح لهون. وردا على الانتقادات التي تعرض لها الأخير، دعت الجميع إلى أن يضع نفسه مكانه، لافتة إلى أن الشاب الذي دخل الفيلا كان ملسما ويحمل مسدسا وشيء آخر على خاصرته، وإن كل الدلائل تثبت أنه فعل ذلك بهدف السرقة. وقدمت العزاء لأهل الشاب وقالت: بدي أعزي والدته وزوجته وأولاده، وما في بعتقد ولا بي بيحس أن الغبرة عم تمس أولاده وبيسكت. وفي تطور بارز، هذا ما قررته أسرة مقتحم منزل نانسي عجرم بشأن جثته وطلب محاميها يفاجئ الجميع. نشرت صحيفة النهار اللبنانية بيانا صدر عن مكتب المحامي أشرف، جاء فيه بعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم. قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة. بدوره كتب قاسم الضيقة على حسابه على فيسبوك: حبذا لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم واحتضانهم بعد نيلهم رتبة يتيم، لكن المشهد أرقى ويستحق الثناء. ويشار إلى أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قررت في وقت سابق إخلاء سبيل زوج الفنانة بعد الاستماع إلى إفادته، وقررت التوسع في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة. وكانت والدة القتيل أعلنت في حديث إلى إذاعة مولدي اف ام السورية رفضها قبول العزاء من الفنانة اللبنانية. الفنانة سارة نخلة تهاجم نانسي عجرم بسبب مقتل سارق منزلها: سوري غلبان ادوله فلوسه. هاجمت الفنانة السورية سارة نخلة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد مقتل سارق منزلها على يد زوجها. ونشرت سارة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لنانسي وزوجها وعلقت عليها قائلة: عمري محبيتك، دايما بقول انها بتمثل البراءة ومصطنعة، واول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف، وخليك فاكرة اتكلميها عن تاريخك المشرف. 16 رصاصة ليه بقى. واضافت: الولد اتقتل على اساس انه في اوضة البنات، ايه اللي جابه المطبخ بقى وهو غرقان في دمه، فين كاميرات اوضة البنات، فين كاميرات باقي الاوض اللي جوزك بيقول انه ناس الباسورد، جوزك القاتل اللي سمعته سبقاه. بتشيل الكومنتات بتاعتنا ليه من على الانستجرام لما انت صاحبة حق؟ وتابعت: لما المذيعة سألتك ازاي في جروح في رجلك اصلا وانت بتقولي كنت في الأوضة، ارتبكتي وقلتي لها انا حسيت بعد كل الموضوع خلص على اساس انها ليلة فرحك. الولد شغال عندكم في البيت من 9 سنين، ازاي دخل البيت طيب وفيه 4 رجال امن؟ ازاي؟ قولي لو مش هم صحابه وعارفينه وجوزك كان سايبه في الجنية
معينة بيشتغل بقاله 4 ساعات اصلا. المسدس اللي كان ماسكه مسد الصوت كان بيطلب منكو حقه فلوسه، يعني انتوا واكلين حق الولد وعارفين انه هو سوري غلبان مش هيعرف يعمل حاجة. هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي. وذكرت سارة نخلة كفاية افتراء، الله ينتقم منك انت وجوزك. وعموما هو ما طلعش براءة، هو لسه على ذمة القضية وممنوع من السفر. كل شوية تقولي سوري سوري سوري، فهمنا بقى ان هو سوري، ما كلنا عندنا حرب. مش كفاية بقى تتعلموا ان ربنا كبير ومش بيسيب حق حد، اهو سوري وغلبان وبيشتغل عندكم، ادوله فلوسه ومشوه. مش تعملي سيناريو انت وجوزك القاتل 16 رصاصة ليه؟ هي قضية شرف وسار ولا سرقة؟ قولوا الحقيقة وخافوا الله. ولمن لا يعرف، دعنا نلخص لك القصة بأكملها منذ البداية. في أقل من نصف دقيقة ظهرت فيديوهات في بداية الأمر تفيد بأن لص دخل فيلا الفنانة نانسي عجرم، وكان في هذا الفيديو شخص يتجول في أرجاء الفيلا. وقالت المجلة اللبنانية بعد ذلك أن القصة كانت لص دخل إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بغرض السرقة، فقام الدكتور فادي الهاشم بقتل هذا اللص، وذلك عندما توجه إلى غرفة بناته. وفي أقل من يومين تم خروج فادي الهاشم، وقيدت القضية على أنها كانت دفاعا عن النفس، ولكن تبين بعد ذلك أن هذا اللص كان شاب سوري الجنسية وكان يدعى محمد الموسى. وظهرت زوجته ووضحت أن هذا الشاب كان يعمل في فيلا الفنانة نانسي عجرم، ولكن تابعت الفنانة نانسي عجرم وزوجها أن مثل هذه الكلام هو إلا إدعاءات، وأصروا أيضا على أنهم لا يعرفون هذا الشاب، فظن الجميع أن هذه القضية ستنتهي وستغلق عند هذا الحد. ولكن المفاجأة حقا عندما ظهرت المجلة السورية ووضحت أن زوجة القتيل قامت بتقديم بلاغ ضد زوج الفنانة نانسي عجرم وطالبت بفحص الهاتف ليتبين ما إن كان هذا الشخص المقتول على علاقة سابقة بفادي الهاشم أم لا. وبعد إنكار طويل من الفنانة نانسي عجرم وزوجها بمعرفة القتيل من قبل، تبين للنيابة أنهم كانوا على معرفة به بالفعل، فقرر القضاء اللبناني بتوجيه تهمة القتل العمد لزوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، وبالفعل سيتم التحفظ عليه. وبسبب هذه التطورات فقررت الفنانة نانسي عجرم التواصل مع زوجة القتيل، وهذه المعلومات بناء على ما نشرته زوجة القتيل في المجلة السورية. فقالت زوجة الشاب المقتول محمد الموسى: إن زوجي بريء تماما من هذا الأمر، وهناك أشياء مفبركة في الفيديو الذي ظهر مع الدكتور فادي الهاشم والفنانة نانسي عجرم. كما وضحت أيضا أن الفنانة نانسي عجرم حاولت التواصل معها وعرضت عليها مبلغ مادي كبير مقابل التنازل عن هذه القضية وتقييد الأمر على أن زوجها كان لص بالفعل. تقول زوجة المقتول: عندما رفضت هذا الأمر قامت الفنانة نانسي عجرم بإرسال بعض التهديدات إلي، وأخبرني المحامي الخاص بالدكتور فادي الهاشم أن زوج الفنانة نانسي عجرم سيخرج لا محالة، وكان علي أن أقبل بأي عرض أو أي مال مادي مقابل التسوية. والجدير بالذكر أن زوجة الشاب المقتول في فيلا الفنانة نانسي عجرم قد وضحت أن لديها بعض من التسجيلات بينها وبين زوجها يخبرها فيها بالأمر برمته، ووضح لها أثناء هذه التسجيلات في مكالمات صوتية عدة أن له مبلغ مادي سيذهب ليقوم بتحصيله من فيلا الفنانة نانسي عجرم. واختتمت زوجة المقتول حديثها في إذاعة ميولدي اف ام أن هناك تطورات جديدة ستحدث في القضية في الأيام المقبلة، وأكدت أيضا أن حق زوجها لن يذهب ثدى. وبالفعل قررت النيابة اللبنانية إعادة فتح التحقيق بالكامل والتحري عن ما إن كان زوج الفنانة نانسي عجرم قام بالفعل بقتله عمدا أم كان دفاعا عن النفس. ولكن حتى هذه اللحظات هناك مؤيد ومعارض. البعض يرى أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها بالفعل هم على حق، وأن الشخص المقتول كان لص يحاول السرقة، ويقولون حتى وإن كان هذا الشخص له عندهم بعض من المال فلا يحق له دخول الفيلا بهذا الشكل. ولكن هناك البعض أيضا يرى أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها قاموا بارتكاب خطأ فظيع، وكان لا يحق لهم إطلاقا تحت أي بند من البنود أن يقوموا بقتل هذا الشاب. فغرض البعض قائلا: لأنهم يروا أن هذا الشاب كان فقيرا فقاموا بالتخلص منه ظنا منهم أنهم لن يلاقوا عقابهم. والبعض يرى أن هناك أشياء ما زالت مخفية في هذا الأمر. والسؤال المهم الآن: ماذا ترى أنت من وجهة نظرك؟ هل ترى أن هذا الشاب محمد الموسى كان لص بالفعل أم أنه مجرد ضحية؟ شاركنا برأيك عبر التعليقات.